زين هسه عندنا هذا المثال واضح. بلا زحمه استاذ المطلب الاخير اذا تبدا تعيده. المطلب سي استاذ الاخير بس المطلب سي. المطلب سي اوكي. يلا دخل يجون وانا عود قلت اسالكم على ما يكمل العدد. اذا كان بس سؤال. اي اسال. من اسوي السيل سبليتنج استاذ التردد يبقى نفسه لو يتغير نطاق التردد دي؟ طبعا يبقى نفسه. شو احنا ايش قاعد نسوي؟ احنا قاعد نصغر الباور حتى نزيد عدد الخلايا. واضح استاذ. اي حتى ما يصير تداخل خليه ويا خليه. واضح. اي يعني من اريد اجيب خمس راوترات ببيتي هسه المفروض ابدل الهوائي مال الهوائيات بدل ما هو اجيب 10 دي بي اروح اخليه 5 دي بي حتى يسمح لي ازيد عدد الراوترات الموجوده عندي بالمساحه الوحده. ونفس الفكره هنا تقدر تطبقها. هسه خلي اوكي هسه خلي نشوف حل سي. سي ايش قال لي؟ قال لي كل الخلايا قسمها، كل البيس ستيشن، كل الابراج قسمها الى مايكرو سيلز، الى خلايا صغيره. فش راح يجي كل هذه الشكو وحدة كانت كبيرة راح يقسمها إلى خلايا صغيرة، وكل ركن يعني كل هاي نقطة سودة راح تصير هي عبارة عن بيس ستيشن جديد. فداخل هذا المربع لازم أحسب كم بيس ستيشن جديد إجا صار. قلنا خلنا نجي ناخذهن أفقيا، هذا صار تولد بيس ستيشن جديد، هذا 2 أفقيا، هذا 3 موجود، هذا 4، هذا 5، هذا 6، هذا عندي 7، هاي النقطة راح تصير بيس ستيشن 8، هاي راح تصير 9، هاي راح تصير 10، هاي 11، هاي 12، 13، 14، 15، 16، 17 نقطة. هذن النقاط البيس ستيشن الجديد اللي راح يصير مراكز التاورز الجديد، الأبراج الجديدة راح تنزرع بهاي النقاط. فراح يصير ايش قد قلنا 17 في 60، كل خلية راح اخلي لها 60 شانلاني، راح يصير 1024 شانلز عندي. 1024 من اقسمها على 300 في الحاله الاولى راح يطلع 3.4، معناها اني لما قسمت الخلايا الكبار الى خلايا اصغر من عدها وبشرط انه اكون قللت الباور، ما ننسى هذا الشيء، بحيث هذه الاي ما تاثر على هاي الاي هنا يصير تداخل بيناتهم، تبقى بعيدات، راح يوفر لي 3.5 من الحاله السابقه. لهنا تمام؟ تمام شباب؟ تمام سر. اوكي زين انا تمام سر. اوكي زين هسه انا راح اسالكم سؤال. احنا قلنا بالاتصالات ما عندنا شيء يصير لله، لازم اكو ترد اوف، لازم اكو خسائر، ايش تتوقع هنا شنو اللي خسرناه؟ طبعا اكو كسب ثاني احنا كسبناه، كسبنا لما قسمت الخليه الى خليه اصغر منها. بقى اليوزر اللي لو كانت خلية كبيرة اليوزر هنا حتى يوصل للسي يحتاج لباور عالي، بس من صار هنا هاي الخلية قريبة بصفة شقد راح يحتاج باور؟ أقل. فالمفروض عمر الباتري هنا لما قسمت الخلية هم راح يزود عمر الباتري، أوكي، لأن باعتبار أنه الباور اللي راح يرسلها أقل مما كانت سيل كبيرة، بالمايكرو سيل يحتاج باور أقل. هذا مكتب ثاني. بس اكو شيء خسرته، شنو هو الشيء اللي خسرته؟ اكو حد يقدر يعرف او يستنتج من خلال الامور اللي درسناها شنو اللي خسرناه او شنو العقبه اللي راح تصير؟ استاذ ضعف الاشاره. شنو يعني ضعف الاشاره؟ ما افتهم شنو ضعف الاشاره. يعني هسه انا من قسمت راح تضعف الاشاره اكيد. لا ما تضعف، ليش تضعف؟ شنو علاقه الضعف؟ تقصد من يا ناحيه ضعف الاشاره؟ من ناحية الباور لو من يا ناحية؟ من ناحية الباور، لأن الباور قل. لا يعني ما له علاقة. ثلاث خلايا أصغر. لا لا ما له علاقة هنا. لا ضعف الإشارة ما له علاقة، لأنه بالنسبة للباور احنا قلنا أنت راح تحسب الباور مرة ثانية بأطراف الخلايا وتتأكد منه أنه نفس الباور اللي كان سابقا حتى تضمن عدم وجود انترفيس بيناتهم. المشكلة اللي راح يصير هي شنو يا شباب؟ لما قسمت خلايا صغيرة مشكلتي راح تصير بالهاند اوفر، تتذكروه اللي اخذناه؟ فهنا قبل لما كانت خلايا كبيرة
لما تجي سيارة أو شخص متحرك يبقى شوف هذا مساره كله هو مرتبط بخلية واحدة، يروح يطب الخلية الثانية إلى أن يخلصها هو مرتبط ببيس ستيشن الثاني يوصل لخ. بس من صارت مايكرو سيلز ممكن أنه هو وده يمشي زيد عدد عمليات الهاند أوفر، لأن برج راح يسلم البرج، برج راح يسلم البرج، وهذا راح يصير بروسيسنج عالي، لأن بالهاند أوفر مجرد التحويل من تاور التاور من برج البرج يحتاج لك تتصل بالموبايل سويتشنج سنتر تقلهم يسمحوا لك ويصير نود على الشبكة. هسا عرفنا الخلل اللي راح يواجهنا هنا صح، روحنا ساعة بس راح تزود عمليات الهاند أوفر، عمليات مناولة المكالمة من تاور التاور في حالة الموبوليتي في حالة الحركة راح تزود، وهاي راح تسوي لنا ديلي هواي وبعض المشاكل. استاذ زين من استاذ، هي من كانت خليه كبيره كانت تاخذ 60 شانل، من صغره شلون قام تاخذ 60 شانل؟ شلون قام تاخذ 60 شانل؟ ايه قام انا حطيت برج جديد. شوف انت شنو، احنا اساسا هي امور مترابطه ترى، يعني احنا ما يصير ناخذ المحاضره وننسى قبلها. أنا عندي هاي خلية مايكرو سيلز اسمها أي، حطيت لها 60 شانل، خصصنا لها 60 شانل. الخلية اللي بصفها البي خصصنا لها 60 شانل. بس إحنا إيش قايلين لازم القنوات اللي أستخدمهن بالخلية أي يكون ما يتكرر استخدامهن بالخلية بي، بس هذا شرطنا إحنا حتى ما يصير تداخل، لأن من نقول خلية أي هي تبيت، خلنا نفتح لك الرسم ذاته ونحكي عليه. لما اجي اقول ان هاي الخليه اي اتبث، لان هي خوب مو معناها ما راح تتعدى على الخليه هاي اللي بصفها اللي هي اي، لا ممكن باورها يتعدى، بس من يتعدى لهنا باورها هاي الاي هي تستخدم غير ترددات، فما راح تعاني مشكله انترفيس من هذه الخليه اللي بصفها. شو وقت عادل اي؟ عادل اي هنا بالنسبه للخلايا الكبيره حتى ما يصير انترفيس، هذا من بتبور كلش يوصل للخليه اي، بس للخليه اي ما يوصلها. بهذه الجهه الجديده اجى سوى، قال انا نفس التكنيك استخدم، انه هاي الخليه الكبيره حاول تسوون ميوت للصوت مالتكم، راح اقسمها الى خلايا اصغر من عدها مثل ما سوى هنا بالخليه اي، وبقى نفس الفكره انه راح يعيد الترددات ملات الاي راح يعيدهن هنا بهذا البرج، وترددات الدي راح يعيدهن بهذا البرج، وترددات الاف يعيدهن بهذا البرج، بس هالمره راح يقلل الباور بحيث يبقى البث مال هاي الاي ما يتعدى على هذا البرج ويصير انترفيس وياه. تمام كرار يحيى، قول استاذي. تمام استاذ. اي ها اكو مشكله بعد لو نكمل؟ استاذ بلا زحمه، شوف افق الله بجاي طبون وكون موافقه من عندك. انا ما سويت لهم مشاركه مباشره، ماكو ويتنج روم، كله يدخل. اوكي كل واحد يريد يدخل مباشر يدخل بدون بيرميشن. زين هسه عرفنا السيلز سبليتنج شلون يزود السعه ومشكلته بالهاند اوفر. الستكترنج التقنيه الثانيه، اكو حاجة يريد يسولف؟ قاعد اشوف رايزد هاند يريد يداخل، قيد داخل مباشر. السكترينج شنو هو؟ هاي التقنية الثانية يزودون السعة من خلالها. رجع قال السيل سبلتينج استوك شرحتها achieve capacity improvement by decreasing the cell radius. ها بنين رايزد هاند ما عندكم مشكلة؟ اوكي سيل سبلتينج تدرك زيادة او تحسين بالسعة من خلال نقصان نصف القطر. شفنا هذا الشيء استونه انه قسم الخلايا بدل ما 1 كيلومتر سواها نص كيلومتر. And keeping the co-channel reuse ratio DR unchanged. بقى نسبة الدي على R اللي احنا درسناها محاضرة الثانية او الثالثة اللي هي co-channel interference التداخل بقى ثابت، لان شنو المسافة حتى لو قلت هو قاعد يتحكم بالباور حتى يقلل، يبقي هاي النسبة ثابتة unchanged. Cell splitting increases the number of channel per unit area، وهذا شفناه بالمثال شلون زود cell splitting capacity. Another way، طريقة أخرى to increase capacity لزيادة السعة is to keep the cell radius unchanged.
التقنية، أكو ثانية يقول لك تزود الساعة مع الحفاظ على نصف القطر بدون تغيير without decreasing the transmitted power وبدون ما يقلل الباور مالتها and decrease the D over R، بس راح النقصان يصير عنده بال D over R بالكوتشنال انترفيرنس، راح يقلل الانترفيرنس. خلي نلخص المسألة حتى ما يصير عندنا ارباك. السيل سبليتينج قسم الخلية إلى خلايا أصغر من عدها وقلل الباور وزود ساعات عدد القنوات. هاي التقنية الثانية قال لي أنا ما راح أقلل نصف القطر وما راح أقلل الباور مالتك، بس راح أخلي الانترفيس يقل، التداخل يقل. ومن يقل التداخل توني أنا قلت لك لما أريد أن أخلي أزرع راوترات بنفس البيت كل ما زاد العدد زاد الانترفيس. فهنا أنا شي يقول لي أنا راح أضمن لك الانترفيس يقل. من يقل الانترفيس راح أزيد، أقدر أزود عدد الراوترات. من يقل الانترفيس بالوايرلس سيليولر بالأنظمة الخلوية راح أقدر أزود عدد المستخدمين إذا قل الانترفيس، إذا ماكو انترفيس. In this approach, capacity improvement is achieved by reducing the number of cells in a cluster and this increases the frequency reuse. وهذا يتم إدراكه من خلال اختزال الخلايا بالكليستر، وهذا سوف يؤدي إلى زيادة الفريكونسي ريوز، يعني راح يخليني أقدر أعيد استخدام الترددات لأن الانترفيس راح يقل. إذن الزبدة هي أنه الانترفيس راح يقل هنا. شنو هاي التقنية؟ لسه ما افتهمناها. The technique for decreasing co-channel interference، التقنية اللي راح تنقص للتداخل by replacing a single omnidirectional antenna بواسطة استبدال الـ Omnidirectional Antenna at the base station by several directional antennas and this increasing system capacity by using directional antenna is called sectoring. قال لي هاي التقنية تنقص الانترفيرنس من خلال استبدال الـ Omnidirectional Antenna. طبعاً تدرستوا أنتنا وتعرفون شنو الأنتنا ودور الأنتنا بالاتصالات والفيرتيكال والهوريزنتال والبولاريزيشن، هاي كل هالأمور انت درستوها وتعرفوها. فاش قال لي هنا؟ قال لي أبدل السنجل أومني دايركشنال أنتنة. الأومني دايركشنال أنتنة تعرفوا له ولا؟ أستاذ نعرفه أستاذ، احنا شنو إن شاء الله كل أومني دايركشن شون؟ قبل محاضرات السابقة كنا نحكي كل أومني دايركشن، يعني سوني بدينا بالسكتر حسب لا مو شرط، يعني اذا رياضيات وحساب شانلات ما يهمك سواء كان سكترينج ولا كان اومني دايركشنال بالحسابات، يعني هي سي ال وراح تعرف حساباتك. بس هنا هاي التقنيه لا، هنا بدا يقول السنجل اومني دايركشنال انتنه هو هوائي يبث ب 360 درجه الاومني دايركشنال انتنه يبث بكل الاتجاهات. قال هذا اللي يبث بكل الاتجاهات نبدله ونخلي several directional antenna مجموعة من الهوائيات الاتجاهية اللي نقدر نتحكم بالاتجاه مالتها، وهذا راح يزيد سعة النظام باستخدام هذه الهوائيات واللي راح يصيحوا له الستكترينج. نحن نصيح له سكترات. The factor by which the co-channel interference is reduced depend on the amount of sectoring used. A cell is normally partitioned into 3 120 sectors or 6% sectors as shown in figure A and B. يقول لي انت هسه تقدر تقسم ال 360 الى 120 درجة مثل ما موضحة بالشكل A، وبهالحالة تحتاج الى ثلاث سكترات، او تقسمها 360 الى على 60 درجة وبهالحالة تحتاج كم سكتر؟ الى 6 سكتر. زين افترض يقول لي assuming 7 cell reuse، قال لي حتى نفتهم السالفة. طبعا هاي بيها رياضيات بس ما طببت فيكم رياضيات مال السكترينج حتى شوية المادة تصير سهلة وما تصير معقدة. assuming بس راح نفتهمها شلون راح تشتغل. assuming 7 cell reuse، قال لي افترض عندك cell reuse 7، واحنا نعرف شنو cell reuse. اوكي احنا قلنا ما نسينا المحاضرات الاولى، الكليستر العنقود بداخله مجموعه من الخلايا، وهاي الخلايا شلون رمزنا لها مجموعهن؟ رمزنا لهن مجموعهن بالان. فمرات من يقول لي 7 خلايا
أكت هذا العنقود معناها بداخله سبع خلايا، 12 خلية بداخله 12 خلية، وحتى أعرف الخلية المشتركة وياها نتذكر القانون مال الآي سكوير بلس آي ضرب الجي بلس جي سكوير. يعني هسا هذا هسا شلون عرف هاي الخمسة؟ خلينا نجي لهذا الشكل، هاي الخلية اللي رقمها خمسة، شوف ايش وقت سوى إعادة استخدامها هنا، هذا معناها ايش قد الآي وايش قد الجي، معناها الآي واحد الجي اثنين، لما الآي واحد والجي اثنين ايش قد راح يصير عند السيل ريوز؟ السيل ريوز قانون شي يقول تتذكروا؟ آي تربيع الواحد تربيع زائد آي ضرب الجي الواحد في السنين زائد الجي تربيع اثنين الربعها أربعة، السا واحد زائد اثنين ثلاثة زائد أربعة سبعة. إذن هذا حكيه وهذا رسمه مضبوط الحكي مالته. For the case of 120 sectors the number of interference in the first tire is reduced from 6 to 2. This is because only 6 of the 6 co-channel 2 of the 6 co-channel cells receive interference with a particular sector channel group as shown in figure. خلي أوضح لك الفيجر ونفتهم شلون قاعد تصير المسألة ويقل. هنا ايش قال لي؟ قال لي شوف هذا الكلستر اللي قلنا من سبع خلايا اللي هذا اذا نشوفها واحد، هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين، هذا رقم ثلاثة وهذا رقم أربعة وخمسة وستة وسبعة. وين الكوتشنال مال الرقم خمسة؟ هذا هنا وهنا 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 وهنا. ذني أقرب قاعد أدور على أقرب قنوات أو أقرب خلايا يعاد استخدام رقم خمسة بهن. كم خلية ذني داير مداير الخمسة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذن هاي الخمسة تعاني من انترفيرنس من ست خلايا مجاورة إلها. يعني لو كان الباور مال هاي الخمسة يوصل لهاي الخمسة معناها أكو انترفيرنس وراح تعاني منها هاي رقم خمسة. واضح لهنا لو مو واضح المسألة؟ واضح واضح. خل نجي نشوف السكترينج السوى من إجا السكترينج قال يابا أنا هاي رقم خمسة راح أجي أبثن بزاوية 120 بس بهذا الجزء راح أغطي رقم خمسة، وهاي بزاوية 120 وهاي بزاوية 120 واستمر. هسا لو نجي نشوف هاي الخلية أصبحت كم خلية تأذيها؟ كان نستوهن ستة دائر مدائرها، هسا أصبحت تحت تأثير فقط هاي الخلية، أوكي؟ ولربما جزء من هاي الخلية أو جزء من هاي الخلية. الرسم واضح بس اللي الريدنج ولا تخلصت من الانترفيرنس بسبب أنه راح يخلي هوائيات اتجاهية بس باتجاه اليمين، هاي الخلية ما راح تأثر عليها نهائيا، هاي الخلية ما راح تأثر عليها، وهاي الخلية ما راح تأثر عليها. إذن الانترفيرنس هنا قد عندي قل راح يقل كل شيء هواي. هو حاسبها قايل بسبب التقسيم من 120 خليتين فقط قام يأثرن من أصل 6 خلايا. واضحة المسألة؟ هذا السكترينج. قلت لكم ما طبقت بالحسابات لأن شوية حساباته أثقل من النوع القبله. هسا واضح السكترينج شلون راح يقلل الانترفيرنس، وقلنا احنا من يقلل الانترفيرنس راح أقدر أعيد استخدام الترددات براحتي وأزيد عدد المستخدمين وعدد القنوات. لهنا واضحة المسألة؟ نروح للموضوع الجديد. أوكي شباب، واضح استاذ؟ واضح تمام واضح. خلي هذا اخر هنا نش منطيناك ملاحظات عبرناها. The reduction in interference offered by sectoring in Naples planners to reduce the cluster size. هذا الانخفاض بالانترفيرنس راح يعطي للمخطط للمصمم نقصان الكلستر سايز and provide additional degree of freedom in assigning العفو in assigning channels. راح يعطي حرية انه في اختيار قنوات أو يحدد قنوات جديدة. Since sectoring reduces the coverage area of particular group of channel, the number of handoffs increases as well. Fortunately, many modern base stations support sectorizing and allow mobile to hand it off from sector to sector within same cell without intervention from
فمقايل switching center. So the handoff problem is often not a major concern. يقول لي المشكلة هاي هم راح يصير عندك هاند اوفر عالي، والهاند اوفر بالأنظمة الحديثة تم معالجته. خلينا نشوف شلون تم معالجته بهاي السلايد اللي هي اسمها Novel Micro Cell Zone Concept. شو يقول هذا Novel Micro Cell Concept اللي يقول بالأنظمة الحديثة يستخدمه؟ يقول the increased number of handoffs required when factoring is employed. A solution of this problem was presented by Lee. هذا اللي واحد عالم هو اللي حل هاي المشكلة. يقول هاي زيادة عدد الهاند اوف، لما قسمت الخلايا وسويت فكترينج راح يزيد عدد الهاند اوف، راح يزيد عدد المناولات، ومن نزود عدد المناولات كل بريج راح يتصل بالموبايل سويتشنج سنتر، وانت راح تبقى متحرك وجوز الطب ثلاثة تور بسرعة عالية، فهذا راح يصير حمل على الشبكة. هاي قال تم حلها بواسطة العالم لي. هذا سوى This proposal is based on microcell concept. هو مفهوم أو هذا المقترح يعتمد على microcell concept for 7 cell reuse لل 7 cell. As illustrated in a previous figure, مثل ما شفنا بالفيجر السابق اللي هو خلنا نرجع له. أكو ملاحظة أم لازم نعرفها؟ طبعا مو دائما البيس ستيشن يصير بالسنتر حتى نفتهم المسألة. يعني مو أنا من أجي أريد أن أغطي هاي الشبكة أنه لازم التور يصير بالسنتر، ما في شيء. ممكن يصير التور هنا خصوصا لما عندي سكترينج، أنا أقدر أغطي المنطقة اللي أنا أحتاجها. فهذا إيش قاعد يقول لي هنا؟ أنا يقول لي أخذ المثال السابق الشكل هنا، هذا تشوف represented as TXRX are connected to single base station. يقول لي هنا هاي المنطقة راح نقسمها إلى مجموعة من السيلز، مجموعة من المرسلات والمستلمات. شوف هنا عندك هذا واحد، هذا الثاني، هذا الثالث، قاعد يغطي مجموعة مساحة معينة. The zone are connected by coaxial cable. وهاي المنطقة إذا تشوفها كل هوائي مربوط بكوأكسيال كيبل أو فايبر أوبتيك كيبل أو ليف ضوئي أو مايكروويف لينك، ممكن يربطن ديما بالبيس ستيشن. هذني شو سوين؟ ما راح أقرأ هذا السطر، راح أنا أشرح لك السالفة. هذني من أنت تجي بالسيارة متحرك، ما دامك تتحرك بين ذني الهوائيات، هذني الهوائيات إلما رابطن هذا الرجال. أوكي، شنو الوقت خلاص؟ على العموم هنا أنا شنو هذا البيس ستيشن؟ البيس ستيشن كل الهوائيات ربطهن لنفس البيس ستيشن. فلما راح يصير مناولة، لما تعبر من هذه الخلية لهذه الخلية، أو من تغطية هذا الهوائي لتغطية هذا الهوائي، قرار الهاند أوفر راح يأخذ البيس ستيشن بدون ما يرجعت للموبايل سويتشنج سنتر، يعني ما يطلع خارج نطاق التور حتى يسمح لك. فلذلك هذا راح يقلل من الهاند أوفر ويخلي كل مجموعة هوائيات يربطن بالبيس ستيشن، والبيس ستيشن من تجي تبقى متحرك راح يبقي نفس معلوماتك ونفس القناة يبقي لك إياها، لأن هو متحرك. أنت هنا كنت تشتغل على شانل رقم 11 طبيت بهاي الخلية، لو ماكو تور نفس التوار كون يروح للموبايل سويتشنج سنتر يخصص لك قناة جديدة حتى تشتغل عليها. بس بما أنه ذني الهوائيات كلها مربوطات البيس ستيشن قبل طبيت بشانل 11، راح يخليك هذا التور تبقى تشتغل على شانل 11. الطب للمنطقة الثالثة اللي هي تحت تغطية البرج دوبل يخليك تحت شانل 11، بس لو طلعت خارج نطاق اللي دا يتحكم به الموبايل البيس ستيشن هذا التور، راح لازم يتصلون بالموبايل سويتشنج سنتر بالنقطة المركزية حتى تخصص لك شانل جديدة تشتغل عليها. لهنا واضح المسألة؟ استاذ بس بالنص شانلات من الداخل ثلاثة ما راح يصير انترفيرنس هنا؟ لا لا، هنا ما راح يتداخل، راح يبقى كل خلية تستخدم ترددات تختلف عن الثانية. ما انا ايش قلت لك؟ من يجي هنا بشانل 11 هذا مخصص له شانل 11، بس من يطب لهاي الخلية هذا راح يسمح له يشتغل على شانل 11. مو شغلة مهمة احنا يعني المفروض هي بديهية انتم تعرفوها. انا هسه موبايلي النطاق الترددي اللي تستخدمه أثير تختلف عن نطاق التردد اللي تستخدمه آسيا، ونفس أثير أبراجها في منطقة معينة
تستخدم قنوات ما تستخدمها بالمنطقه اللي بصفها، لان راح يصير انترفيرنس. اتفقنا احنا على هذا الشيء زين. انا موبايلي المفروض مصمم بطريقه الهوائي مالته يدعم كل القنوات، ما له علاقه سواء طب لهذا الزون او لهذا الزون. يعني المفروض النطاق من يبدي يشتغل، يشتغل من 800 ميجا هرتز الى 900 ميجا هرتز، خلاص انا موبايل في موبايل يكون كل هذا النطاق التردد يشتغل عليه، فما عندي مشكله انا بالنسبه لي بالهوائيات. واضح المساله لو لا؟ واضح واضح استاذ. اوكي، فهذا هنا أنا راح يوفر انه البيس ستيشن هو يتخذ القرار. اوكي، راح هو يتخذ القرار بدل ما يروح للموبايل سويتشنج سنتر يقول له يا خصص لي قناه جديده وخصص لي امور جديده لهذا المستخدم. هاي اللي هنا خلصت هاي المحاضره. ترحون نريد حسن تحل المثال. اي والله استاذ بالمحاضره الثانيه. سيف ايش قد بقى من الوقت؟ عادي حتى لو على المحاضرة الجاية مو مشكلة. لا إذا أكو وقت ماكو مشكلة. أكو وقت سيف عندنا؟ محاضرة رقم 2 هي حسن؟ بس هذا المحاضرة رقم 2. هذا من مشخمط على الشاشة مالته، خلي يحذف الشخاميط. زين سيف شنو فتحت لنا الوقت التفريغ؟ شو بعد ما يأشر لي وقت؟ خلنا نجي نشوف هذا المثال حسن. قل له ليش شخمط شخمط بالأضافة؟ هذا المثال راح نعيد حله. قل لي مثال رقم 1، مو هو هذا حسن لو غيره؟ اي ساعه هو هذا. اوكي، قال لي a total of 33 MHz، قال لي عندك bandwidth مقداره 33 MHz خصصة للسيريال تليفون سيستم اللي يستخدم 25 كيلو هرتز سمبلكس، يعني مو فول دوبلكس، يعني القناة الوحدة تستخدم 25 كيلو، يعني حتى يصير فول دوبلكس احتاج 50 كيلو. هاي اول نقطة. voice and control channels، واحنا ندري كل خلية لازم بيها voice channel لنقل الصوت واستلام الصوت، وكنترول شانل حتى تبدي المكالمة، هي المكالمة حتى تبدي. احسب عدد القنوات المتوفرة بالخلية. إذا السيستم يستخدم 4 ريوز سيل، 7 سيل ريوز، 12 سيل ريوز، إذا عندك 1 ميجا هيرت خصصت من الطيف ديديكيتد، يعني كرست للكنترول شانل، 1 ميجا خلوه للكنترول شانل. حدد suitable distribution of control channel، يقول لي وزع انت ابو قيمك، انت مهندس وانا انطيتك هاي المعلومات وقلت لك وزع لي القنوات على هذه المعطيات. شنو هي المعطيات؟ اجا قال لي يابا عندك 33 ميجا هرتز خصصت لك. عفوا استاذ بس اذا تقدر تعيد السؤال بشكل سريع. اوكي، هو هذا السؤال، قال لي خصصنا لك 33 ميجا هرتز باندويدث نطاق ترددي، قلنا لك هذا انت راح تشتغل عليه، وانت لازم تخلي ببالك كل قناة صوتية تحتاج 25 كيلو هيرت، معناها تسمع بقناة مقدارها 25، إذا أنا أردت أولي بقناة ثانية 25 حتى يصير فول ديبلك، إذا أنا أحتاج 50 كيلو هيرت، هاي ال 25 لازم أضربها باثنين، وأنا بنفس الوقت أعرف أنه كل سيستم بي فويس شانل وبي كنترول شانل، الفويس شانل ينقلين الصوت، بس الكنترول شانل قنوات خاصة من خلالها أعرف موبايلي حتى يعرف شو اسم الشبكة اللي أنا قاعد أكنك بيها. أنا موبايلي يكنك على زين، فلازم أكو قنوات تثبت اسم الشبكة. موبايلي يريد يقيس مقدار الباور اللي عنده، لأن حتى من يصير بمنطقة فيها زونين يشوف يا هو الباور الأعلى، احتمال يسوي هاند أوفر أو يختار التاور اللي باورها أعلى إله، هذن المعلومات تنقلها الكنترول شانل، ما ينقلها الفويس شانل. إذا أنا لسه عندي 33 ميجا هرتز وعندي 50 ميجا هرت كل مستخدم يحتاج، وعندي كنترول شانل. ايش قال لي هو؟ قال لي احسب لي القنوات المتوفره في حاله عندك 4 سيل ريوز، 7 سيل ريوز، 12 سيل ريوز، وقال لك عندك 1 ميجا تم تخصيصه للكنترول شانل. فانت قسم لي، شوف لي ايش قد عندك قنوات، وقعد وزعها
على الخلايا. فخلنا نجي نشوف. قال لك انت عندك 33 ميجا هرتز، هذا كل السعه الترددية. القناة الوحدة تحتاج 50 كيلو هرتز، لان قلنا احنا 25 للاب 25 للداون، قارن 50 كيلو هرتز فول دوبلكس. زين انا هسه اجي النطاق الكلي 33 ميجا هرتز، يعني 33 وبصفة 6 اصفارة، اقسمها على 50 و3 اصفارة، طلعت عنده 660 قناة. لهنا انا واضحة عدد القنوات من اجتي؟ واضح. عدد القنوات اللي هي اسمه اللي هي الكلية، تمام الكلية قنوات ايه. الكلية اللي انا دا اشتغل عليها. هسه اجي قال لي عدة يعني اربع خلايا بالكليستر، يعني لازم تقسم 660 على دول الاربع خلايا، بحيث كل وحدة تعطيها قنوات مثل الداخل ويا القناة اللي بصفها. وياي لو مو ياي؟ والله اسوي عنقود يعني من اربع خلايا، اي زائد اي في جي زائد جي سكوير، هي اربعة لازم يساوي العنقود مالتي، راح يصير هو اربع خلايا اي وبي وسي ودي، والخليه اي تردداتها تكون تختلف عن البي، تختلف عن السي، تختلف عن الدي. فانا غصبا علي 660 راح اقسمها على شقد؟ على اربع خلايا، وكل خليه راح تطلع لها 165 قناه ما تاذي وحده الثانيه. اوكي زين. لما صار الكليستر هذا العنقود سبع خلايا A و B و C و D و E و F، راح إذا نقسم 660 على 7 وكل خلية بالجديد راح تأخذ 95 قناة. أوكي، من صار 12 نفس العملية، إجا قسم 660 على 12 وطلعت هاي الأرقام. استخلي ليان ذني يمك احفظ ليان بالأربعة 165 قناة، بالسبعة 95 قناة، بال 12 55 قناة، حاول تحفظهن لأن سنحتاجهن. زين رجع حتى يريد يقسم القنوات، قسم هو بكل خلية لها هالقد عدد قنوات. قال لك عندك واحد ميجا هذا خصصه للكنترول، إذا خل أعرف كم كنترول عندي أني، كم قناة سيطرة عندي موجودة. راح أجي أقول هاي الواحد ميجا هرتز أقسمها على الخمسين ميجا هرتز اللي تونا سولفنا عليها 25 في 2، طلعت عدة 20 قناة سيطرة. عرفنا هاي العشرين قناة من جاية؟ 20 قناة سيطرة. هسه عدي 600. اوكي استاذ، يعني هاي عفوا استاذ، هاي القنوات مال سيطرة شنو يعني استاذ، رئيسية؟ لا هاي قناة مش قلت لك انا قنوات السيطرة مو مال الصوت، انا من اسولف وياك بالموبايل هاي قناة مال صوت، بس بنفس الوقت اكو قنوات سيطرة. السيطرة يعني انا من امشي بالموبايل وعبرت من تور التور، قناة الصوت ما لها علاقة هي اللي تحولني وتنطيني عناوين جديدة. يعني فرضا أنا مشتغل على الفايبر، من تعرف أنت بالفايبر يصحوا له فويس أوفر إنترنت بروتوكول، أنا من شنت على التور الأول شنت مربوط خدمة إنترنت ومنطيني آي بي، والمكالمة تيجي على هذا الآي بي. من رحت عبرت البرج ثاني، خدت السبنيتنج وخدت شلون تقسمون الاي بيات، المفروض طبيت بسبنيت جديد باي بي جديد، المفروض يعني العنوان يتيه. زين هاي الشانل فويس وهاي السوالف ما لهن علاقه حتى بالوضع الطبيعي، عيف الانترنت، انا من اعبر من تور التور مكالمه عاديه، القناه النقل الصوت ما لها علاقه تعطي معطيات انه وفروا له قناه جديده، هذا شغل كنترول شانل. وياي لو مو ياي؟ واضح؟ واضح. نوع 20 قناة السيطرة هاي استاذ اللي تتحملها نوع 20 اتصال بآن واحد مستاذ. لا 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 ما له علاقة، كنترول شو تسوي؟ مثلا تجي توفر لك اتصال بعد ما تحتاجها، وقت ما تحتاجها تستدعيها. وياك انت ما راح تظل وياك هاي 24 ساعة، هاي بس بداية الاتصال، تهيئ لك الاتصال. واضح. اي ما له علاقة. احسنت استاذ رحمة الله. تروح بعد ما احتاجها، انا راح استخدم الدور الفويس شنو. هسه صار انا كل عندي انا 660 بالسيستم كله، انا مهندس انطوني اياهم 660، 20 اطلع للكنترول، ايش قد بقت للصوت؟ بقى 640 قناه للصوت. اوكي هسه اجي اوزع القنوات ثاني،
بالحالة الأولى عندي أربع خلايا، العنقود مالتي يتكون من أربع خلايا A و B و C و D. هن كم قناة؟ هن كلهن 20 مال سيطرة، فبديهي كل خلية راح أعطيها كم قناة؟ خمس قنوات، خمسة في أربعة 20. خلص كل خلية راح أعطيها خمس قنوات سيطرة، وهن جقل ذيك الساعة قلنا من كانت أربعة 165 قنوات الصوت 165. اها راح اخذ خمسة اخليهم سيطرة شبقا للصوت 160 قناة. خلص هذا المطلب الاي 160 اوكي، هذا خلص بالنسبة للمطلب اي. نجي المطلب بي، قلت لكم بوقتها يمكن بي خلل هو حاله، خلنا نجي نشوف احنا نحله. هنا انا ان سبعة، عدد الخلايا سبعة، كل وحدة راح انطيها انا عندي كم قناة؟ 20 اذا قسمها على سبعة مترهم، لو كل وحدة ثلاثة المفروض 21 قناة، زين انا عندي 20 قناة، فش سوى؟ قال اربع خلايا من العشرين انطيهن ثلاثة سيطرة، فثلاثة في اربعة 12، ايش بقت عندي؟ بقت عندي ثمانية سيطرة، وبقن ثلاث خلايا لان انا استوني خلصت من اربعة، بقن ثلاثة، اثنين هم طاهن ثلاثة ثلاثة في اثنين ستة، وهنا 12، ستة و 12 ايش صار؟ 18 هو اشتغل لست قنوات، بقت عدة قناة واحدة، هاي وياها انطاها الاثنين البقن، وياي لو مو ياي؟ استاذ اذا تقدر عيدها اي بي اعيدها، مو هو هنا ابو الكتاب الله يسلمه رايح اوفر، ليش اوفر؟ لان هو المفروض كان يقول ست خلايا انطيهن كل وحدة ثلاثة كنترول، ماكو داعي يقسمهن مرتين، وياي؟ ثلاثة في ستة شقد راح يصيرن كنترول؟ ثلاثة في ستة شقد راح يصيرن؟ 18 بقت كم كنترول شانل؟ اثنين، لان هن كلهن 20، بقن اثنين انطيها للخلية البقت، ستة خلصت منهن، تبقى خلية واحدة انطيها اثنين، في مال لا، اوكي؟ اوكي عاشت هذا الخلل اللي قلت لكم اياه، زين انت هن كانن 95، هنا اخذت منهن ثلاثة، شقد بقن؟ للصوت 92، هنا هن 95، خدت اثنين، المفروض بقن 93، يعني المسألة مسألة حساب بسيط. زين لما كان 12 نفس المساله، قال لك 8 خلايا انطيهن كل وحده 2 كنترول، 2 في 8 16، ايش بقت عندي؟ كم خليه؟ كم قناه سيطره؟ اربع قنوات، اربع. كم خليه بقت من 12؟ هم اربعه، لان سوني خلصت من 8، 8 خلايا بقن اربعه، فكل وحده ايش راح تاخذ؟ راح تاخذ لها قناه وحده للسيطره. وبعدين البقية تشوف ان هنا بقت 53 من 55، وهنا بقت 54 من أصل 55. اوكي تمام سلاشتيد. اوكي سلاشتيد، هاي اللي هنا هم محاضرتنا، وقلت لكم هذا الموضوع خلاص، ان شاء الله احاول بعد اشتغل لكم على GSM.